بنحلم لبكرة. مال القمر ماله ما جناش على باله، مال القمر ماله ما جناش على باله، مال القمر ماله هو اللي متربي على العز يا ربي يعمل كده فيا، اشوفه اندهله وازوق على اهله بالالف والمية، لا تنى اقول وامسك طبعا. بنرحب برحاب مطاوع، صوت جميل جدا، وهنغني النهارده للصبح بقى يعني. وطبعا اسلام، اهلا بيكي اسلام معانا. منور اسلام، الله يخليك. منور يا رحاب، اهلا بيك. يلا منى اطلبي الاغنيه دي. لا في الحقيقه يعني رحاب من الاصوات اللي بتغني لكل يعني الناس الجمال بتوع زمان، الفنانين والمطربين والمطربات، يعني في الحقيقه دايما بنستمتع بيها في حفلاتك كلها، سواء في الاوبرا او تبع الموسيقى العربيه طبعا، وحتى هنا لما جيت لنا قبل كده في البيت بيتك، بجد يعني كنا سعداء بيكي. انت قولي لنا، انت حابه تغني لنا ايه؟ انت كل اغانيكي حلوه، ربنا يخليكي. هي مش اغنيه، هو كل اللي انت بتغنيه حلو. انا بفكركم بس بالاغاني اللي فاتت القديمه، احنا مجهزين حاجه بمناسبه انه كانت ذكرى محمد فوزي الشهر ده. استاذ فوزي 20 اكتوبر كنا محضرين له مال القمر، وكنت محضره له كل ده في قلبي. يا عيني طبعا، حلو قوي. سلم عليك، لا وحشني من زمان. فين نور عيني؟ اتفضل. Thank you.
اللي هتلاقيني عمري ما نسيت اللي كان بينك وبين. طب ده انا من كتر اشواقي اليك كل دقة في قلبي بتسلم عليك. يا وحشني من زمان في النور عينيك، يا وحشني يا وحشني. صوت جميل حقيقي يا رحاب. رحاب بت يعني في حفلات ليكي قريبه يعني انت بتقدم؟ انا عارفه ان انت طبعا بتقدمي حفلات قدام سياده الرئيس في المناسبات الوطنيه. مظبوط، اخر حفله كانت حفله في رمضان حضرها سياده الرئيس. ايوه اشتركنا في الحقيقه في رمضان في كذا حفله، اللي عملتها دار الدفاع الجوي واللي عملتها القوات المسلحه الشؤون المعنوية، اللي هو الرمضان اللي بيحرص عليه الفطار. مظبوط، سيد الرئيس. مظبوط. بس في الأوبرا آخر حاجة اشتركت فيها كانت حاجة عربي غربي، دي كانت جديدة عليا أنا شخصيا مع المايسترو ناير نادي. يعني عربي غربي؟ يعني هو عمل موسيقى عربية بتعاون مع يعني عازفين غربيين كلاسيك، لا موسيقى كلاسيكية عربية، دخلهم في بعض شبكوا في بعض. عمل تصور فظيع، وكان وهو المشروع مصري فرنسي يعني. أيه. في موسيقى مؤلف موسيقي فرنسي ومؤلف موسيقي مصري اللي هو ناير ناجي، وتعاونوا مع بعض عملوا عمل رائع يعني، والحمد لله انا اشتركت فيه. يعني انت غنيتي فيه؟ انا غنيت فيه. طب ايه نوعيه الاغاني اللي اتخذت يعني بقى في عمل مشترك؟ عايزين يعملوا مزج بين الحضاره الموسيقيه الفرنسيه والحضاره الموسيقيه العربيه المصريه. يعني واخدين قصيده لإيليا ابو ماضي وعاملين لها تصور مؤلف موسيقي يعني، وهي الفكره كلها في انه الصوت البشري يعني في 200 واحد كورال، في 200 كورال فوكال صوت بشري على المسرح علشان يقدم. هو حاجه يعني انا مش عارفه اشرح لك، مش انا مش مخوله اني اشرح، بس كان عمل رائع عظيم يعني. وانت كنت من الاصوات اللي غنت؟ انا كنت السولو اللي السولو العربي اللي غنى في العمل ده، لان كان في سولو غربي كمان، كان في داليا فاروق غنت جزء غربي في تخصصها، بس كانت حاجه جميله. طب نسمع حاجه ولا دي لازم بموسيقى معينه؟ مستحيل، ده عايز احسن رياض. بس تجربه طبعا. مستر جاليليو هي جمالها انها هتتعرض تاني في باريس وفي اسبانيا، يعني هتلف في المغرب في كويس قوي. طب انت صورت؟ معرفش اتصورت في الاوبرا ولا لا. هي اكيد الاوبرا بتصور الحفلات، مش عارف اذا كنت بتتصوري ولا لا. هو الاوبرا دار الاوبرا بتصور حفلات للاوبرا، كده ممكن نطلب منها جزء نذيعه يعني، اذا كان كده نطلب لو مسموح نذيعه ان شاء الله. باذن الله. طب غير كده ايه الحفلات اللي في حفلات يعني؟ في بقى مهرجان الموسيقى العربيه ان شاء الله الشهر اللي جاي باذن الله. طبعا دي بتبقى حفلاته جميله جدا. طبعا حفلات حلوه. صحيح. يلا يا اسلام. ام كلثوم زي ما انت عايزها. سلام الست ام كلثوم. الف ليله وليله. طيب الكوبليه الاخراني اللي هو في يا رب تفضل حلاوه سلام او اللقاء في ايدينا. شوف هي محضره ايه. ما عندناش مشكله، احنا محضرين الجزء الاولاني. طب يلا يا حبيبي. يا حبيبي يا حبيبي انا عازم على عازم على يا حبيبي يا حبيبي اللي له سماء ونجومه وقمره قمره سهره وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا في الحب سوا والهوى من الهوى
مش قبل سنة دي ليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة ألف 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 ليلة وليلة بكل العمر هو العمر إيه غير ليلة زي الليلة زي الليلة الليلة زي الليلة. الأغاني اللي انت